اليوم طبعا احنا يعني نسعد ب يعني اختتام مرحله ثانيه من برنامج مهم جدا نعم بين الهيئه العامه للسياحه والاثار والغرفه التجاريه بالمنطقه. العام الماضي بدانا في مع الغرفه التجاريه في القصيم، والسنه دي في محافظه عين يعني، وان شاء الله السنوات القادمه في كيريه برص في فروع. نعم. وحقيقه اذا تاذن لي سمو الامير، يعني مثل البرنامج هذا بالنسبه لنا مهم، لانه يؤكد القاعده انه اي مشروع تنميه سياحيه هو عباره عن مشروع بالدرجه الاولى اقتصادي. هو مشروع تدريبي، هو مشروع تدريبي لكنه ينتهي بفكرة مشروع استثماري سياحي.